بالعودة للحديث عن عودة الانتاج النفطي من الحقول الواقعة في منطقة الهلال النفطي، إضافة لعودة الانتاج من حقل الفيل وأيضا حقل أبو طفلي، ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي السيد عمر زرموح. سيد عمر، أهلا وسهلا بك معنا. بداية، عودة هذه الحقول الواقعة تحت منطقة الهلال النفطي، أربعة حقول بالتحديد، حقل الزويتينة وما إلى ذلك والحريقة وغيره، إضافة لعودة حقل الفيل وعودة حقل أبو طفل للعمل، كيف سيؤثر هذا الوضع اقتصاديا في الأيام القليلة القادمة؟ أخي الكريم، بداية أحييك وأحيي السادة المشاهدين، والإجابة عن سؤال حضرتك الحقيقة كنا نتمنى يعني، وهذا قلناه منذ سنوات، أن قطاع النفط يكون بمعزل عن التجاذبات السياسية. الحقيقة أن التجاذبات السياسية تؤثر سلبا على إنتاج النفط وعلى صادراته، وبالتالي على إيرادات الدولة من النفط الأجنبي، وما هو معروف من الانعكاسات على معيشة المواطن. فلذلك عودة الإنتاج وعودة المواني إلى عملها السابق هذا شيء جيد، ولكن نتمنى أن لا يتكرر الحقيقة، لأن مجرد التذبذب مرة إقبال ومرة فتح هذا يفقد الثقة حتى يعني مع الشركات الأجنبية ومع المتعاملين في سوق النفط. هذا يعني ليس في صالح الاقتصاد الليبي. نتمنى أن العودة هذه تكون عودة دائمة، وألا يتأثر مستقبلا بأي تجاذبات سياسية، يعني هذا ما نتمناه. طيب، إن كانت هذه العودة سيد عمر عودة دائمة كما أشرت، ما الذي يمكن أن يتغير؟ المتابع الجيد للشأن الليبي يتذكر أنه من خلال افتتاح الموانئ النفطية الواقعة تحت أو الحقول النفطية الواقعة في منطقة الهلال النفطي، تراجع سعر الدينار مقابل الدولار ما قيمة 30 إلى 35 قرش. ما الذي يمكن أن يتغير في اليومين القادمين؟ هل سينخفض سعر الدولار؟ هل ستنخفض الأسعار؟ ماذا؟ أم أن الحالة طبيعية ستبقى كما هي؟ الحقيقة موضوع سعر الدولار في السوق الموازية يتأثر بعوامل أخرى، مش مجرد الواقع في الهلال النفطي فقط. يعني هذا الوضع في الهلال النفطي هذا أحد العوامل الكبيرة التي يتأثر بها، لكن كذلك تصريحات المصرف المركزي مثل مؤتمره الصحفي الأخير وإعلانه عن خطة اقتصادية خطة إصلاح اقتصادي، حتى وإن كانت معالمها ليست واضحة تماما، إلا أن من وجهة نظر الناس والمتعاملين في السوق الموازية يعني بالتأكيد سيعيدون حساباتهم طبعا لما يصلهم المعلومات في هذا المجال، ولذلك تتأثر توقعاتهم وتتأثر بالتالي أسعار النقد الأجنبي زادت أو زادت طبعا لما يتوفر لديهم من معلومات. نعم. طيب، في شأن آخر، ماذا عن دعوة الرئاسة المقترحة ودعوة فايز السراج لدعوة مجلس الأمن لإقامة تشكيل لجنة دولية لمراجعة الإيرادات والمصروفات أيضا، ولا ننسى ترحيب أيضا الصديق الكبير بهذا الأمر، كيف تقيم هذه الخطة وما الذي يمكن أن تقوم به أو ما الذي يمكن أن تغير هذه الخطة إن صحت على الوضع الاقتصادي في ليبيا؟ والله بكل أسف أخي الكريم، الرسالة التي يعني حتى شككت في البداية في صحة نسبتها إلى المجلس الرئاسي، لكن إذا صحت هذه الرسالة حقيقة مؤسفة جدا ويعني غريبة جدا الحقيقة لعدة أسباب. أولا يا أخي الكريم، الرسالة أولا المصرف المركزي لا يسع المجلس الرئاسي، والمجلس الرئاسي ليس معنيا بالمصرف المركزي من حيث سلطة تنفيذية ولا سلطة رقابية. فالمصرف المركزي يسمى السلطة التشريعية، والسلطة التشريعية هي التي تقيم المصرف المركزي، وهي التي تشكل له اللجان المشاعر، وهي التي تقيل أو تبقي أو تفعل ما تشاء بشأن المصرف المركزي. أما المجلس الرئاسي فعلاقته علاقة ثورية تنفيذية مع المصرف المركزي، وليست علاقة تبعية ولا علاقة سيطرة ولا علاقة رقابة. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، حتى بفرض أن هناك أخطاء أو هناك تجاوزات، يا أخي الكريم، يعني لا يمكن يقبل أي مواطن ليبي ولا أي عقل قانوني في ليبيا
يقبل ان تتراكى على اعصاب مجلس الامن. يا اخي اذا كان فيها مشكله تحل من خلال السلطه التشريعيه وتتخذها لجان، ولدينا السلطه ولدينا الجهه الانقاذيه اللي فيها ديوان المحاسبه، ولدينا السلطه القضائيه، ولدينا عدة إمكانيات نستطيع أن نستغلها، ليس كل شيء مجلس أمن. يا أخي مجلس الأمن يعني أفقدنا استقلالنا بالطريقة هذه. يعني هذه لا أقبلها بكل المعايير. أما موقف أو رسالة السيد المحافظ فلو كنت في مكانه لفعلت نفس الشيء، لأن هذه الرسالة تقول أن المصرف المركزي يمضي استرداده لأي جهة تريد أن تحقق أو تعرف الحقيقة، فهو واثق من نفسه ومن ما عمل، وبالتالي يقول في ما معنى رسالته هذه ان ملفاته مفتوحه للجميع وتتصدر اي جهه رقابيه او لجنه. طيب جايه من قبل سيد عمر بشكل عام هذه اللجنه وان صحت وان تم هذا الطلب المقدم من فايز السراج بخصوص تشكيل لجنه لمراقبه الوضع الاقتصادي في ليبيا وما الى ذلك، كيف او ما هي الاختصاصات التي ستكون لهذه اللجنه؟ يا اخي انا ما اطرد على اللجنه نفسها، تسالني على اختصاصاتها باختصاصاتها هذه اللجنه ان استجاب لها مجلس الامن للتفتيش على مستندات الايرادات والمصروفات. وهذه لا تخص حتى سنه معينه، اذا حتخص حسب ما قرات هنا رساله يعني عده سنوات، يعني ممكن تاخذ ثلاث اربع، ممكن من سنه 2012 او 2013 ادري بالضبط، لكن هي ليست خاصه بسنه معينه او بسنه معينه، هي خاصه بعدة سنوات. في الحقيقه اللي تدخل الاجنبي في هذه الامور الحقيقه يعني اكثر من اللازم، مش معقوله ما يصح حتى تنحدث الوسائل المحليه حتى ترجع الى الوسائل الدوليه. يا اخي الواحد يكون سبحان الله، ورني التشريع، يعني ارني التشريع الذي خول الوسط المجلس الرئاسي كتابه مثل هذه الرساله، اعطني نصا قانونيا واحدا حتى في الاتفاق السياسي، اعطني نصا واحدا يخوله ان يفعل مثل هذه الرساله. طيب السيد عمر زرموح الخبير الاقتصادي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.